يعني الدراري اذا بان لكم هنايا شي كونتر اكزومبل، يعني كي بان لكم واحد الحاجه اللي كتجعل لكم ماشي ان جروب كتبين ديريكت وكتقول بلي هذا بما ان مسحق لي الشرط راه ماشي جروب، الا شفتي ما بان لك حتى شي حاجه دونك كتحاول تبينو ان جروب، وفي الطريق ديالك تقدر تجبر شي كونتر اكزومبل، تقدر ما يعني تقدر تجبر شي حاجه اللي كتجعلو ماشي ان جروب، تقدر تجبرو ان جروب. اذا حنا ما بان والو دونك غادي نبينوه ان جروب عادي ونشوفو واش غنجبرو في الاخرين واش يتحقون الشرط كاملين ولا لا. بالنسبه للوا واش انتر هنا لونسوم راه ماشي فيني الدراري، هادي كاين كليش من الطابلو ديالها فحال التمرين اللي قبل صافي، يلا فحال السؤال اللي قبل. يلا الدراري نبداو بلا واش واش انتر ني با انتر، خصنا ناخدو جوج لي زيليمون يعني اكس على بويسونس ان دانديس ا زائد اكس على بويسونس ام دانديس بي، اللي هي غادي تعطيني ا على 10 على بويسونس ان زائد بي على 10 على بويسونس ان. ايوا هنايا كاس واحد المقام تاع الدراري، انا عطيك هي ا 10 على بويسونس ان يعني هذا مضروب في هذا وهذا مضروب في هذا، دوك الشوط رجعوا لتسعة ما عرفتش يخرج هادي رجعوا لتسعة فاش الضرب هذا مع هذا يتجمع لهم الاس. وهادي هنا الدراري كتلاحظوا بلي هذا كينتمي للزيد وهاد الاس كينتمي ان، علاش؟ حيت 10 على بويسونس ان تقدر يكون ديك ان اصلا ان كينتمي ان، يعني يقدر يعطيك زيرو او لا تكون ديك ان كتساوي الواحد عطيك عشرة، او لا ان كتساوي مثلا مثلا جوج عطيك مية، او لا تساوي ثلاثة عطيك الف، فهمت؟ يعني كيف ما كان الحال يكون واحد العدد كينتمي للزيد. اتفقنا الدراري في هادي؟ اذا هذا يعني لا سوم جبرناه كينتمي للدي، دونك لا لوا يعني هذا يكون كامل كينتمي للدي، دونك لا لوا اي انتر. دابا الدراري هنا غادي ندوزو، شوفوا هاد الورقه خاويه منها. دابا غادي ندوزو الدراري لاسوسياتيفيتي، لاسوسياتيفيتي هذا هادي اين لوا، هادي بعدا هادي نمن هادي ما يمكن نقولو سوزونسون ديال كيو او سوزونسون ديال اخ صافي. اذا لوا اي اسوسياتيف تما، اذا انت هنا غادي تكون اي اسوسياتيف، لوا اي اسوسياتيف ديريكت لوا اي اسوسياتيف، علاش؟ حيت اصلا هادي راه كتبان لي سوزونسون ديال كيو و لاديسيون في كيو راه كيكون اسوسياتيف، اذا انت هنا غادي يكون اسوسياتيف. بالنسبه لليمون سيميتر لليمون نوتر، لليمون نوتر بالنسبه لاديسيون شكون هو الدراري؟ هو الزيرو ياك، هو الزيرو الاليمون نوتر، شنو هو؟ هو الزيرو يعني او كتساوي الزيرو، يعني انا خصني باقاش على شكون هاد اكس على بويسونس ان دانديس ا اللي غادي نمشي نلعبو يعطيني الزيرو، هادي شنو هي؟ ا على 10 على بويسونس ان، يعني شنو هنا غادي نعمل باش يساوي للزيرو؟ اللي يمكن لك تاخذ مثلا على سبيل المثال ا ياش ا كتساوي الزيرو و ان شحال كتساوي الدراري؟ وان يمكن لك تحطي لها القيمه ديال مثلا واحد ولا كاين الكون اللي عطيتي لها، فالا عطيتي غير هذا الزيرو هذا ما كيهمش عطي لك الزيرو صافي. اذا كنجبروا بلي كاين واحد الاليمو ولكن هذا ا فيخصو يكون كينتمي للزيد وهاد ان فيخصو يكون كينتمي لان صافي. اذا جبرنا بلي مثلا اكس على بويسونس زيرو، اكس على بويسونس زيرو دانديس ا مثلا دانديس واحد راه كيمثل لي هو الاليمو النطق صافي. دابا غادي ندوزو الدراري الاليمو سيميتري، يلا دابا الدراري وصلنا لإليمون سيميتري صافي الدراري. إذا خصنا نبقشو الإليمون سيميتري، كيف ما كتعرفو في الإليمون سيميتري يعني إلا خديتي أي إكس مثلا كينسمي مثلا كيو، السيميتري ديالو هو ناقص إكس، متفقين الدراري؟ يعني حنايا مثلا إلا خدينا حنايا سوا مثلا إكس على دانديس إن على بويسونس إن دانديس إن أ كتنتمي مثلا دي، خصنا نبينو شنو السيميتري ديالو، هو ناقص اكس على بويسونس ان على بويسونس هو كينتمي للدي، هذا هو اللي خصنا نبينوها. واخا ناقص اكس على بويسونس ان دانديس ا شنو هي؟ هي ا ناقص ا على 10 على بويسونس ان، وهذا ا كينتمي للزيد اذا حتى ناقص ا كينتمي للزيد وان هو كينتمي لان ان صافي. اذا شنو كنجبرو؟ حتى السيميتري كينتمي للدي، وبالتالي شنو يمكن نقولوا على ديميني دو لاديسيون، ديميني دو لاديسيون مالو اي ان جروب صافي الدراري. اذا هادشي هذا كامل شنو هما لي جروب اللي جبرنا؟ واحد لونسوم قبيلتي بيناه ني با ان جروب، واحد لونسوم ناسي مبقاش لها داك الوراقي بعدا عرفتي حتى فين، حتى واحد الورقة اخرى في سيبتها جات انا نشوف لونسومبل لي بينا قبيلتي ان كروب.
حيت قبيتي سترسل على واحد لونسومبل، وهادي هادي دي قلنا اي ان جروب، اي ان جروب قلت لكم غادي نرجعوا ليلى فين هي لونسومبل الاخرى. لونسومبل الاخرى في مينو دو لا ملتيبليكاسيون، في مينو دو لا ملتيبليكاسيون قلنا اي ان جروب راه قبيله سي بينا صافي. اذا هادو هما اللي جبرتهم من هادشي هذا كامل، من هادو كامل شكون اللي جبرتهم ان جروب هما هادو. دابا غادي ندوز الدراري السؤال الثاني. السؤال الثاني خصك تفهم السؤال، كيقول لك اسيدي هاد لي زونسومبل تليفون كيبان لي فحال لي مايل، كيقول لك اسيدي هاد لي جروب راه زيد بلوس كيو ايطوال مينو دو لا ملتيبليكاسيون كيو مينو دو لاديسيون راه هادو اي ان جروب. دابا كيقول لك اسيدي هادو شكون اللي يقدروا يكونوا سو جروب ديال هادو. ودابا دابا نوضح لكم هادي مزيان. فاش انا كنجي كنقول لك الدراري او ايطوال اي ان جروب، وكنقول لك بلي مثلا جي ايطوال اي ان سو جروب دو او ايطوال. هادشي هذا كامل اش كيعني؟ اش كيعني ابار ديفينيسيون. اسقولي مثلا لا لو خصها تكون اي ايطوال في هذا، الاليمون نوت خصو يكون كينتا من هذا، لا سيميتري خصو يكون كينتا من هذا مثلا، اولا كاين واحد اوتر ميثود اللي يمكن لي لونسومبل لي لونسومبل ني با ان في يعني ني با فيد، وخصني نضرب مثلا الاليمون في واحد الاليمون سيميتري خصو يكون يعني لا لو بيناتهم يعني في الاليمون اللي يخرج خصو يكون كينتا من لونسومبل. هادو بار ديفينيسيون يعني بالحساب، ولكن بحال نقول لك ديفينيسيون جينيرال واحد ديفينيسيون اللي هو تيوريك نظري اشني المعنى ديال. لاحظوا معايا الدراري مزيان، هادي راه كنقصد بها هو ان جي ان سوزون سوم ديال او اي و جي ايطوال اي ان جروب. راه ديفينيسيون فاش كنقول لك جي ايطوال اي ان سو جروب دو او ايطوال، راه الديفينيسيون اوريجينال الحقيقي هو معناته ان جي راه كيكون سوز انصومبل ديال او، و جي ايطوال في نفس الوقت كيكون اي ان جروب. وحنايا ديما كنقولوا بلي تو سو جروب اي ان جروب، ومن هنايا ما جا الديفينيسيون ديال سو جروب. يعني انني الا بغيت مثلا ناخذ هاد لي جروب هادو زيد او كيو ايطوال او كيو، باش نختار انا لي سو جروب ديالو اول حاجه اش خصني نختار؟ اول حاجه خصني نختار لا لوا خصو يكون عندهم نفس لا لوا، هي الاولانيه. وثاني حاجه نختار شكون هما اللي غادي يكونوا سوزونسوم ديالهم، عادي نشوف شكون اللي هما جروب. واش فهمتيني كيفاش؟ راه كدوز من ثلاثه الشروط، كدوز خصو يكون عندهم نفس لوا، موراها كدوز شكون اللي هما سوزونسوم ديال اخر، عاد شكون اللي هما جروب. متفقين؟ هادو هما خصك تبع هاد المراحل هاد. معناتها ان بالنسبه للزيد بلس اختار لي في هاد لي زونسومبل هادو شكون لي عندهم لا لوا بلس. عندي هذا وعندي في بلس وعندي دي بلس، واخا موراها خصني نشوف شكون لي غيكونوا سو زونسومبل ديال الزيد، حيت قلنا كاين ثلاثه الحاجات، راه خصو يكون عند نفس لا لوا خصو يكون سو زونسومبل، عاد دوز شكون لي هما جروب. كاين هذا او وكاين في، ولكن هذا ميمكنش يكون سو زونسومبل ديال الزيد. علاش؟ حيت هذا عنده الكتابه ديال ديسيمال، يعني كيكون كيتكتب بشكل ا على 10 على بويسونس ان. لونسوم ديال الزيد ميمكنش، يعني هادي يمكن لك تسطي مثلا ان كيساوي زيرو، عادي يمكن لك تهضر انها لونسوم ديال الزيد، وفي نفس الوقت غتكون الا عطيتين ان كيساوي زيرو غتكون ديك الساعه هادي دي هي الزيد، ولكن هنا عندي ان انا كينتمي لونسوم ديال ان، اذا ميمكنش صافي. اذا هاد دي ميمكنش تكون لونسوم ديال الزيد. انا نوضح لكم، يعني شكون خدينا او بلس وخدينا في بلس، هادو هما لي زيد قلنا. دابا هادو قلنا سيدي عندهم نفس اللوا مع الزيد بلس، وعاد يو في سوزونسوم ديال الزيد. بقى لي الشرط الثالث، واش هما واش هاد يو بلس وفي بلس جروب ولا ماشي جروب؟ قبيله شكون اللي قلنا جبرناهم جروب؟ هاو ها الليسته ديال الجروب اللي بينتو، واش فيها في بلس؟ لا عندي انا في مني دو لا ملتيبليكاسيون. واش فيها يو بلس؟ ما عنديش. اذا الزيد بلس ما عندوش شي سو جروب ديالو من هاد لي زونسومبل هادو صافي. دابا غادي ندوز اسيدي ني كيو ايطوال مني دو لا ملتيبليكاسيون، شكون هما اللي يقدروا يكونوا من هادو سو جروب ديال هاد؟ اول حاجه خصهم يكونوا عندهم نفس اللوا، يعني او مني دو لا ملتيبليكاسيون، في مني دو لا ملتيبليكاسيون، او دي مني دو لا ملتيبليكاسيون، هادي هي الاولانيه. هما عندهم نفس اللوا.
تاني حاجة، واش هما سوزونسوم ديال كيو إتوال؟ أسيدي لاحظ لي، U سوزونسوم ديال كيو إتوال، و V سوزونسوم ديال كيو إتوال، و D سوزونسوم ديال كيو إتوال. مزيان، شحال شني جبرنا؟ جبرنا U مني دو لا ملتيبليكاسيون، و V مني دو لا ملتيبليكاسيون، و D مني دو لا ملتيبليكاسيون. بالنسبة ناين كيو إتوال مني دو لا ملتيبليكاسيون. دابا بقى لي الشرط الثالث، شكون لي في هادو؟ ان جروب. نرجع فين هي الليسته ديالي ديال جروب؟ هل هادو هما اللي جبرتهم انا ان جروب في التمرين كامل؟ في من دو لا ملتيبليكاسيون. ها اذا غنجي في الجواب نقول في من دو لا ملتيبليكاسيون اي ان سو جروب دو كيو ايطوال من دو لا. لاحظتوا الطريقة كيفاش كنجاوب عليها هنايا؟ هنايا راه كنعتمد على الديفينيسيون الاوريجينال ديال سو جروب، راه ماشي كنبين بالحساب هايدا. متفقين؟ يلا الدراري دابا غادي ندو شي في باقينا، باقينا كو مني دو لاسون لاديسيون. واخا كو مني دو لاسون، دابا غناخدو نفس لا لوا، يعني غناخدو او بلس و في بلس و دي بلس. مزيان، دابا شكون اللي غادي يكون سوزونسوم؟ راه او سوزونسوم ديال كو، و في سوزونسوم ديال كو، و دي سوزونسوم ديال كو. مزيان الدراري، بلاتي الدري عفوا، واحد الحاجه واحد الحاجه هنايا ما درتش لها شي بال فاش كنت كنهضر على هذا. او راه ماشي سوزون سون، هادي زولوه. عرفتوا علاش؟ حيت اصلا او فيها زيرو، و زيرو راه ما كينتميش ان كيو طوال. اذا هاد او زولوه، يعني بحال نقول لك تبقاو تهضروا غير على هذا وصافي، وحتى هذا خصكم تزولوه. عرفتوا علاش؟ حيت انا اصلا دي ميني دو لا ملتيبليكاسيون راه فيه الزيرو، راه فيه الدراري الزيرو، راه فيه الزيرو، يعني الزيرو راه ما كينتميش كيوطوال. اذا ديك يمكن لك تزوله باش كيبقى لك غير في مينو دو لا ملتيبليكاسيون. عرفتوا علاش؟ حيت كيوطوال راه فيه، راه ما فيهش الزيرو، ولكن هاد او راه فيه الزيرو، وهاد دي راه فيه الزيرو. علاش؟ لا تسي ان كيساوي زيرو مثلا و ا كتساوي زيرو، راه غادي تجبرك عطيتينا هادو الزيرو. اذا هذا ما يمكنش يكونوا سوزونسوم ديالهم، عاد ندوس واش جروب ولا ماشي جروب. اذا بقى لي غير في، صافي. دونك هادي عاد رديت لها بال دابا، وندوز شنو سميتو، ندوزو كي مينو دو لاديسيون. مينو دو لاديسيون شنو عندي الدراري؟ عندي سيدي شكون هما سوزونسوم؟ ودابا هنايا خد كلشي. علاش؟ حيت كي قبيلتي كان فيها مشكل غير ديال الزيرو، دابا رجع دابا تك الزيرو صافي، مبقاش عندها فيه مشكل. اذا بثلاثة بيهم غادي تاخد لهم بلس بلس بلس، وغادي تاخد لهم وغاتاخدهم كاملين غيكونو سوزونسوم. ودابا يبقى لك هاو، يبقى لك ثلاثة بيهم. دابا بقى لك الدراري دي، دابا بقى لكم الدراري مشكل فايش، بقى لكم الدراري شكون هما اللي غادي يكونوا جروب. الشرط تاع شكون هما اللي يكونوا جروب؟ رجعنا لليست ديالي، فين هما الجروب؟ جبرت دي بلس اي ان جروب. اذا انا ناخذ هذا باش نقولوا دونك دي، هذا راه دي الدراري دي، هذا دي بلس، دي بلس مالو اي ان سو جروب دمن دو كيو بلس. اذا الجواب ديال هذا السؤال هذا غادي تجي من الاخر، وغادي تجاوب تقولوا بلي في من دو لا ملتيبليكاسيون اي ان سو جروب دمن دو كيو طوال من دو لا ملتيبليكاسيون، وغتقولوا بلي دي من دو لاديسيون مالو اي ان سو جروب دمن دو كيو بلس. صافي الدراري، دونك هادي هي الطريقة لهاد الجواب هذا. يعني سينا باش تجاوب على الجواب بهاد الطريقة هادي، حيت هو غير سولك، ولا بغيتي تعرف كيفاش تبينا هاي الطريقة كيفاش كنبينوه. يعني قلت لكم كتعتمد على واحد ديفينيسيون آخر ديال سو جروب. نورمالمون هذا هو أول ديفينيسيون كخصكم تشوفوه. أنا ما عرفتش يعني واش نزلت لكم ديفينيسيون ديال سو جروب، نزلتها في ستريكسيور ألجبريك. هادي فاش كنت كنشرح الدرس ما عرفتش واش كنت نزلتها ولا باقي عندي في بيسي ما منزلهاش، واقيلا كنت نزلتها. هادي اول حاجه كنت ركزت عليها في الكور، هي الاولانيه عاد دخلت الديفينيسيون ديال سو جروب. متفقين الدار؟ هادي راه مهمه، المهم انا ما كنظنش بزاف ديال الطلبه يكونوا عارفينها، بروكي ما كتجبرهاش في الكور، فهمت؟ ما كتجبرهاش في بزاف ديال الكور، ديما كتجبر الديفينيسيون الاولاني هو هذا، هو هذا القواعد، يعني كيفاش بين ديك القواعد.
اما هذا ما كنظنش غيكون عندكم. المهم حاولوا تعملوا في البال ديالكم حيت هذا تحتاجوه. صافي هذه الطريقه باش غادي تبين تينا اي انسو جروب ديال هذيك، ولكن هذه غتبين الطريقه ديال انسو جروب ولكن بواحد الطريقه مختلفه هنا. صافي هادشي هذا اللي كاين الدراري. دونك الجواب هو هذا النيشان. دونك هنايا كيكون تالنا التمرين ديالنا، كنتمنى يكون هادشي هذا واضح ومفهوم، واللي عنده شي اسئله ولا شي غموض ولا شي حاجه مفهوم ماشي يعاود اسفل الفيديو ويخلي لنا شي كومونتير ويقول لنا زعما في كاين المشكله. متفقين؟ دونك هادشي هذا اللي كاين الدراري، هذا هو التمرين ديالنا. المهم انا بالنسبه فاش كنت انا كنشرح ما رديتش بال واش فهمتو مزيان او لا ما فهمتوش، واش كنت كنزرب او لا، حيت انا كنلاحظ هذا الفيديو هذا واقيلا راه يكون خدا لي دابا شي 20 دقيقه ولا 25 دقيقه، يعني طولت فيه بزاف. المهم كنتمنى يكون داكشي واضح ونحاول نقسم لكم لجوج الفيديو. انا كنحاول مؤخرا ما بقيتش كيعجبني نطول لكم في الفيديوز بورك باش ما انا فاش كنجي نعمل لكم الفيديوز يعني كنحاول نعطيكم داكشي كامل، يعني نعطيكم داكشي اللي غتحتاجوه في الامتحان، يعني ما كنكونش كنعمل لكم غير جواب ديال التمرين، كنكون كنحاول كنعطي بزاف ديال الحاجات، كيفاش تتعامل مع الورقه نهار الامتحان، كيفاش تجاوب على هادي، ربما تقدر تجيب شي اكزرسيس بهذه الطريقه. المهم كنحاول نعمل لي فيديو ديالي نهضر لكم على كلشي غير باش كيجيني الوقت بزاف. هادشي هذا اللي كاين الدراري، واللي كيعجبو المحتوى ديالي خلنا شي كومونتير مزيون باش يشجعنا باش نزيدو نكملو على هادشي هذا. وهادشي هذا اللي كاين الدراري، يلا نشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.